السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس دولة مصر العربية، وأهني وأهنيك بتنظيم هذه القمة لجوار السودان. وكما طرحنا في أكثر من مناسبة لتصورنا ودعمنا لهذه المبادرة، نعتبر هذه تكون فرصة سانحة للسودانيين والشعب السوداني بمؤازرة جيرانه لإيجاد مخرج من هذا المستنقع اللي داخل فيها دون أي مبرر. ونرى في هذه المبادرة مبادئ أساسية تعتمد على احترام سيادة السودان واستقلال السودان ووجود مناخ ملائم للشعب السوداني حتى ينتقل إلى بر الأمان. الانتقال إلى بر الأمان تحتاج إلى خطة، تحتاج إلى جهد، تحتاج إلى مبادرة، وهذه المبادرة هتكون في نهاية المطاف هدفها تأمين المناخ الملائم للشعب السوداني اللي حيكون عنده الأول، اللي يكون الكلمة الأخيرة لتجاوز هذه المحنة. كون دول الجوار تساعد الشعب السوداني حتى يحل مشاكله، مش تدخلات خارجية ولا تدخلات محلية ولا حتى أطراف داخلية تتعامل مع الوضع الخارجي لتأمين لتعقيد الأمور. يكون هذه فرصة بداية لعمل جماعي لتأمين المناخ في السودان حتى تنعم كل الدول المجاورة بالاستقرار والتعاون مع السودانيين. وتأمين هذا المناخ يعني منع تدخلات خارجية قريب كثير تحت أي مسميات إنسانية، حتى التدخلات العسكرية لتأجيج الحد تحتاج إلى وضع حد لكل هذه الأمور. وأقول هذه المبادرة هي مبادرة طيبة، لكن بداية لمسيرة طويلة جدا، لأنه الانتقال من الحالة اللي موجود فيها الشعب السوداني إلى بر الأمان حتأخذ مجهود، حتأخذ وقت، حتحتاج إلى إمكانيات. وكما أسلفت وكما طرحت في المدخل، أكون في آلية واضحة ذات مراجع عملية، ثم جمع موارد تسمح لهذه المبادرة لدول الجوار حتى الشعب السوداني يتمكن من الاستفادة من الإمكانيات المتوفرة لكل الدول المجاورة. وأقول دون تدخلات خارجية دول جوار السودان عندها الإمكانية والقدرة لفسح المجال والمساهمة أيضا في تأمين الانتقال. يجب أن لا يكون التركيز على الحالة اللي موجودة الآن، الحالة اللي لا لها أي مبرر في اعتقادنا احنا وفي اعتقاد الكثيرين، أنه ما فيش مبرر للحرب في السودان. المطلوب الآن هو إعطاء فرصة لهذا الشعب اللي أطاح بنظام بائد دمر السودان سياسيا اجتماعيا اقتصاديا وأمنيا، ينتقل السودان إلى حالة تساعد ب تأمين الاستقرار في السودان ثم التأثير على الدول المجاورة. من هذا المنطلق أقول هذه المبادرة مبادرة طيبة، يجب أن يكون لها نفس طويل، يجب أن تكون فيها رؤى واضحة، تكون آليات فعالة وعملية. والاستعداد لدول الجوار في تاريخ المنطقة، تاريخ الإقليم اللي نعيش فيه هو فريد من نوعه، وهذا حيكون مزاج أو نموذج ل حلول غيرها من المنطقة. المشاكل في القرن الأفريقي، المشاكل في البحر الأحمر، مشاكل في غرب أفريقيا، المشاكل في الشمال هتعتمد كثيرا على ما هينتج عن هذه المبادرة لتأمين المناخ للشعب السوداني تجاوز. ومرة أخرى أشكر سيادتك وأشكر كل المجهودات اللي بذلت في هذا المجال، وأؤكد أنه الالتزام هو التزام طبيعي، وهذه المنصة الطبيعية يجب أن تستمر وتنجح في نهاية المطاف. وأنا متأكد أنه سيكون النجاح حليف لهذه المبادرة. وشكراً.